السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم الأحد 28/4/2024 في الجولة 34 من الدوري الإيطالي. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم في ساحة جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم اهلك الصهاينه، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين، اللهم امين. اليوم الاحد 28/4/2024، انتر ميلان فازت على تورينو 2-0. احرز هدفين انتر ميلان تشالهان اوغلو في الدقيقه 56 ونفس اللاعب في الدقيقه 60 ضربه جزاء. بولونيا تعادلت أمام أودينيزي 1-1. أتلانتا فازت على إيموبولي 2-0. ونابولي تعادلت أمام روما 2-2. أحرز هدفي نابولي ماتياس أوليفيرا في الدقيقة 64 وفيكتور أوسيمين في الدقيقة 84 ضربة جزاء. هدفي روما عن طريق باولو ديبالا ضربة جزاء في الدقيقة 59 وتامي إبراهام في الدقيقة 88. فيورنتينا فازت على ساسولو 5-1. متابعينا الكرام، الجولة بدأت يوم الجمعة 26/4/2024 في روسونوني فازت على سالرنتانا 3-0. يوم السبت ليتشي تعادلت أمام مونزا 1-1. يوفنتوس تعادلت أمام إي سي ميلان 0-0 ولاتسيو فازت على هلاس فيرونا 1-0. أحرز الهدف ماتيا زاكايني في الدقيقة 72. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد نهاية مباريات اليوم في الجولة 34. طبعا إنتر ميلان هو بطل الدوري الإيطالي، يعني من جولتين ثلاثة فاتوا، يعني 89 نقطة حاليا. اي سي ميلان المركز الثاني 70 نقطة، يوفنتوس المركز الثالث 65 نقطة، بولونيا المركز الرابع 63 نقطة، روما المركز الخامس 59 نقطة، اتلانتا المركز السادس 57 نقطة، لاتسيو المركز السابع 55 نقطة، فيورنتينا المركز الثامن 50 نقطة، نابولي المركز التاسع 50 نقطة، تورينو المركز العاشر 46 نقطة، مونزا المركز 11 44 نقطة، جنوا المركز 12 39 نقطة، ليتشي المركز 13 36 نقطة، كالياري المركز 14 32 نقطة، فرسنوني المركز 15 31 نقطة، هيلاس فيرونا المركز 16 31 نقطة، إيموبولي المركز 17 31 نقطة، أودينيزي المركز 18 29 نقطة، ساسولو المركز 19 26 نقطة، سلرنتيرا المركز 20 والأخير 15 نقطة. متابعين الكرام، ترتيب الهدافين عندنا في المركز الأول لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان سجل 23 هدف، في المركز الثاني دوشان فلافيتش لاعب يوفنتوس 16 هدف، في المركز الثالث فيكتور اوسيمين لاعب نابولي 14 هدف، في المركز الرابع البرتو جوزمنسون لاعب جنوا 13 هدف، واتشالان اوغلو لاعب انتر ميلان، اوليفي جيرو لاعب ميلان، باولو ديبالا لاعب روما. متابعين الكرام، اشتركوا في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.